لكن هنروح مع بعض إلى مقر أو فرع الأهلي في الشيخ زايد. الصديق العزيز الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي متحدثا عن قرارات المجلس. كل تحية لحضراتكم مجددا، بنسعد باللقاء بعد غياب لمدة شهر تقريبا واجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة أنه يعني كان في جلسة مهمة عقدت في النادي الأهلي بالشيخ زايد اليوم، وهي الجلسة الأولى بعد عودة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من رحلته العلاجية في ألمانيا، وبعد أن تم المولى عليه نعمة الشفاء. شكر جزيل وموصول لكل من تفضل بالسؤال عن صحته، وأيضا توجه للمولى بالدعاء له، وفي خير حال، كان في صحة جيدة اليوم وقعد أكثر من 5 ساعات مع مجلس الإدارة اللي عقد جلستين. الحقيقة الجلسة الأولى كانت متعلقة باعتماد الجمعية العمومية العادية اللي انعقدت يوم 23 و24 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ودي الجمعية العمومية العادية الأولى اللي بتعقد في عهد المجلس الحالي، وبتعقد على أساس اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي واللي تم اعتمادها في جمعية عمومية غير عادية في شهر سبتمبر الفائت، وتم اعتماد هذه اللائحة من اللجنة الأولمبية ونشرت زي ما حضراتكم عارفين في الجريدة الرسمية، وأصبحت بتمثل دستور النادي الأهلي اللي يحكمه خلال السنوات المقبلة، وهي لائحة الحقيقة يشار إليها بالبنان. وتابعنا كلنا حالة الحراك والحقيقة الجهد الكبير اللي بذل في صياغتها، وكانت منزهة عن الهوى وخرجت فقط لتستهدف مصلحة النادي الأهلي. الجلسة الثانية كان في جدول أعمال، بالأساس كان في مناقشات لأمور كثيرة تخص النادي، سواء فيما يتعلق بمتابعة الإنشاءات اللي بتتم في فروع الأهلي الثلاثة، الجزيرة، مدينة نصر، وأيضا الشيخ زايد، وعملية تسريع هذه الإنشاءات ليشعر أعضاء النادي الأهلي الحقيقة بقيمة وعظم هذه المنشآت، خاصة أنه الفروع الثلاثة الآن بيشار إليها بالبنان فيما يتعلق باللاندسكيب، بمستوى المنشآت، بمستوى الخدمات، وعلشان مجلس الإدارة يكون على عهده وعلى وعده مع السادة أعضاء الجمعية العمومية فيما يتعلق ببرنامج عائلة النادي الأهلي. كان الحقيقة من الأهمية بما كان اليوم أنه الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي عرض على المجلس الملف المنوط به والمكلف به، كان بيشتغل على أرض التجمع الخامس وهو الفرع الرابع. كنا قلنا لحضراتكم أنه تم فتح باب الاشتراك في هذا الفرع، وتم توقيع العقود في نهاية شهر سبتمبر الماضي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. النهاردة الخبر السعيد أنه الحقيقة النادي الأهلي وهذا الملف المتولي نائب رئيس النادي الوزير العمري فاروق نجح في استخراج القرار الوزاري من وزارة الإسكان بتوقيع الحقيقة دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، القرار رقمه 1116 لسنة 2018 بتاريخ النهاردة 10/12، والنادي الأهلي طبعا تحت إيده الأرض، والأمن الخاص بالنادي مسؤول عنها الآن، وهيبدأ العمل فيها فورا بعد ما تم فتح باب الاشتراك. حضراتكم ناس كتير الحقيقة بتسأل عن فتح باب الاشتراك في فرع التجمع الخامس، الآن الباب مفتوح، أي حد يقدر يتوجه إلى مقر النادي بالجزيرة ويحصل على استمارة التعارف في البداية. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده إن قيمة اشتراك الفرع هتكون 200,000 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، وهيكون متاح للعضو اللي هيشترك في أي فرع سواء الشيخ زايد أو التجمع إنه يكون عنده فرصة لمدة 4 سنوات إنه يرفع للعضوية الكاملة على نفس المبلغ اللي كانت العضوية الكاملة. يعني العضوية الكاملة حاليا 350,000 جنيه في الجزيرة اللي هو بيكون له حق العضوية العاملة، وبالتالي يدخل الفروع الأربعة كمان. صحيح هترفع في 1 فبراير إلى 500,000 جنيه طبقا لقرار مجلس الإدارة اللي اعتمدته الجمعية العمومية، وبالتالي ده خبر سعيد احنا بنزفه للأهلوية في كل مكان ولسكان القاهرة الجديدة الحقيقة اللي منتظرين بفارغ الصبر بدء العمل في إنشاءات فرع التجمع الخامس. والشكر جزيل وموصول حقيقة للجنة أو للملف اللي كان شغال عليه نائب رئيس النادي السيد العمري فاروق العمري، ومجلس الإدارة الحقيقة وجه لي الشكر لأنه بينتهج نهج يتعلق الكابتن محمود الخطيب منذ توليه مسؤولية الحقيقة رئاسة مجلس الإدارة، وهو بيكلف أو المجلس بيكلف السادة أعضاء مجلس الإدارة بملفات كل في الجانب اللي عنده ميزة نسبية فيه بيشتغل عليه،
على سبيل المثال المهندس محمد سراج في مجال الانشاءات والاستادات والتعاون وما الى ذلك، المهندس خالد مرتجي ملف التعاون مع الاتحاد الدولي، العلاقات الخارجيه للكره وللنادي الاهلي، طبعا الاستاذ خالد الرداري درجة الامين صندوق، الاستاذ ابراهيم في مجال العضويه مع الاستاذ طارق قنديل. ايضا تم توجيه الشكر لواحد من النشطاء في المجلس وهو الدكتور مهند مجدي على دوره الكبير في متابعه موضوع التامين الصحي الخاص بالعاملين في النادي، وايضا بتقديم خدمه طبيه متميزه من خلال الشراكه مع مجموعه من الشركات التامين الطبي والمستشفيات لاعضاء النادي. الحقيقه في خدمه بتقدم، وايضا سيتم الانتهاء قريبا من مراكز العلاج الطبيعي للنادي بينشئها في فروع مختلفه، وهنبدا بفرع مدينه نصر. في جهد كبير الحقيقه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره بذله في هذا الملف، والمجلس الحقيقه كان سعيد بهذا الجهد ووجه ليه الشكر. كنا تكلمنا حضراتكم قبل كده عن الملف المسؤول عنه ايضا محمد الجرحي مع حفظ الالقاب بخصوص العلاقات الخارجيه في افريقيا، التواصل المجتمعي، فمجلس الاداره بينتهج هذه السياسه، وبالتالي في انجاز. يعني في النهايه لما بيكون في حديث عن انجاز كبير لمجلس اداره النادي الاهلي بيكون بفضل اسهامات الساده اعضاء مجلس الاداره وحسن توزيع العمل وحسن توزيع الجهد ومتابعه الملفات اللي بيعمل عليها البعض. حضرتك عارفين انه ايضا استاذ محمد ضماطي شغال على ملف الكابتن جوهر نبيل، دكتوره رانيا علواني، 13 شخص بيضمهم هذا المجلس بقيادة الرئيس محمود الخطيب، يعني هم 12 والرئيس رئيس المجلس 13 بيعملوا على قلب رجل واحد في كل الملفات. وبالتالي ملف كرة القدم اللي بالتأكيد حضراتكم منتظرين نتكلم فيه هو فقط مسؤولية الكابتن محمود الخطيب، اتساقا مع انه هو الملف بتاعه طبقا لتفويض مجلس الاداره. طيب حضراتكم كنتم منتظرين انه في كلام كتير في السوشيال ميديا وفي بعض المواقع الالكترونيه عن انه فلان تم التعاقد معاه، عن انه تم الانتهاء مع علان من امريكا الجنوبيه، لا ده تحول الامر الى اوروبا، لا الى مكان اخر. ما نود ان نقول في هذا الامر؟ اولا رساله تطمينات لجمهور النادي الاهلي، نقدر جدا حرصكم على متابعة أخبار النادي الأهلي والرغبة في الاستقرار، والاستقرار بالتعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى عالي شخصيته تليق بالنادي الأهلي ويكون عنده طموح لتحقيق البطولات. ما أود أن أنقله على لسان الكابتن محمود الخطيب أنه هذا الملف بيدرس بعناية وبتؤدة وبهدوء من أجل التوصل إلى أفضل قرار يتعلق بالقيادة الفنية والجهاز الفني المقبل للنادي الأهلي. وبالتالي كل ما يثار من كلام واجتهادات هي اجتهادات مشروعة، يعني يجتهد الزملاء الصحفيين زي ما هم عايزين، لكن في النهاية اللي احنا بنحب نقوله أنه النادي الأهلي لا أحد يعلم ما يدور بداخل الغرف المغلقة به، ولا أحد يعلم حقيقة الملف المدرب الأجنبي إلا شخص واحد في النادي الأهلي بصفته هو المكلف في مجلس الإدارة وهو رئيس النادي الأهلي وهو أسطورة كرة القدم عبر التاريخ الكابتن محمود الخطيب. والحقيقة إن الكابتن محمود على لسانه قال إنه يعني أرجوك طمن الجمهور إنه لما يكون في حاجة هنعلنها بشكل يتسق مع مبادئ وطريقة العرض في النادي الأهلي من خلال المنظومة الإعلامية للنادي الأهلي، سواء في بيان رسمي أو قرار يعقب اجتماع مجلس إدارة بنتلوه على حضراتكم، أو النشر طبعا في الموقع الرسمي للنادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. فكل ما نرجوه مقدرين الحقيقة حرصكم ومتابعتكم ودأبكم وعشقكم لهذا الكيان، وبالتالي إن شاء الله قريبا سيتم الانتهاء من هذا الملف وسيعلن عن اسم الجهاز الفني كاملا والمدير الفني العالمي الذي سيقود النادي الأهلي. لم يتم التطرق في هذه الجلسة إلى أي شؤون أو أمور تخص كرة القدم. لم يتم التطرق في هذه الجلسة إلى أي أمور تخص شؤون كرة القدم. عشان الحقيقة أثناء الجلسة ما كانت منعقدة، الزملاء الصحفيين، الجمهور بيسأل، في ناس ماشية، في ناس قاعدة، في كلام عن مدرب، في ناس مستقيلة. هذا كلام حتى اللحظة عاري تماما عن الصحة، والأمور في النادي الأهلي في خير حال، كل واحد عنده ملف بيشتغل عليه، كل حد عنده تكليف بيتفانى في تأديته حبا وإخلاصا لهذا الكيان. فقريبا إن شاء الله بمجرد أن ينتهي الكابتن محمود الخطيب من هذا الملف سيعلن بنفسه أو سنعلن من خلال وسائلنا المختلفة في النادي الأهلي عن
كل ما يتعلق بقطاع كرة القدم وإعادة هيكلته، لأنه الأمر مش متعلق فقط بالجهاز الفني أو بالمدير الفني الأجنبي، ولكن في الحقيقة عمل كبير يتعلق بقطاع وهيكلة كرة القدم في النادي الأهلي. الآن كل الدعم الحقيقة للجهاز الفني المؤقت اللي بيتولاه الكابتن محمد يوسف ابن النادي الأهلي المحترم المدير الفني، مع الكابتن سعد الحفيظ مدير كرة القدم، والفريق اللي بيؤدي الحقيقة بشكل طيب ومضطرد في الأداء، وحقق يعني فوز في 3 مباريات متتالية، وننتظر إن شاء الله الفوز في مباراة 32 في دوري أبطال إفريقيا. مفترض إحنا نلعب نهائي في شهر 5 بإذن الله، وعندنا يعني كل الثقة وملء الثقة في النادي الأهلي وفي الفريق الأول لكرة القدم إنه هيكون ممثل مصر في المباراة النهائية في شهر مايو القادم بإذن الله، ونعوض ما فاتنا يعني. وهذه هي كرة القدم يعني. ده بالنسبة لموضوع كرة القدم اللي حضراتكم كنتم منتظرين تسمعوا. بعد موضوع الدكتور مهند، خلونا أقول لحضراتكم أيضا أنه تم التعاقد مع محافظة القاهرة على يعني نشر إعلانات على أسوار النادي الأهلي. حضراتكم عارفين أنه أسوار النادي الأهلي تم تطويرها في الجزيرة ومدينة نصر، أو بعضها في اللمسات الأخيرة، قد تستغرق أيام أو أسابيع قليلة، وبالتالي في تعاقد مع محافظة القاهرة للإعلان على أسوار النادي الأهلي، وقريبا ستطرح كراسة شروط جديدة بالتنسيق مع المحافظة، وهيكون في نسبة يعني للنادي الأهلي ونسبة لمحافظة القاهرة اللي بنعتز بالشراكة معها ومع محافظها المحترم الحقيقة اللواء خالد عبد العال. وبالتالي هنعلن أيضا عن النسبة هتكون إزاي. النسبة الأكبر هتكون للنادي الأهلي والنسبة لمحافظة القاهرة الأقل. في مجموعة قرارات، عايز أرجع لموضوع فرع التجمع الخامس مرة أخرى، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس النادي الوزير العمري فاروق للتسويق لهذا الفرع، بتضم في عضويتها السادة المحترمين أعضاء المجلس إبراهيم الكفراوي، طارق أنديل، محمد الجرحي، محمد اللماطي، ناس عندهم خبرات كبيرة جدا في مجال العمل الإداري والتسويقي، كلهم بيشغلوا مناصب مرموقة الحياة ومهمة في مجال عملهم الخاص. وبالتالي ارتأى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب أنه يستفيد من هذه الخبرات في هذا المجال. وواقع الأمر أنه فرع التجمع قد يكون في حاجة إلى تسويق، لأنه حجم الطلبات على الاشتراك في الفرع والاستفسارات اللي بتأتي والزيارات اللي لمقر النادي من أجل الاشتراك في هذا الفرع كبيرة جدا، لكن مهم يكون في لجنة تنسق الأمر وتساعد الجهات الراغبة وأيضا الأفراد الراغبين في الاشتراك في فرع التجمع الخامس. عندنا مجموعة قرارات للنشاط الرياضي بعتقد ان هي حاجات مهمة عرضها الكابتن رؤوف عبد القادر ومجلس الإدارة وافق عليها، كان ابرزها اعتماد برنامج مكثف لإعداد البطل الأولمبي. الحقيقة النادي الأهلي يعني مهتم جدا بفكرة إعداد البطل الأولمبي، وأن يكون في يعني شباب واعد، والشباب هنا يعني الفتيان والفتيات يعني إن صح التعبير، للمشاركة في الأولمبيات المختلفة. هذا البرنامج هيبدأ بالموافقة على إقامة معسكر للمرتفعات للسباح أحمد أكرم بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15-12 الجاري إلى 5-1 المقبل بإذن الله. هذا البطل الحقيقة كلنا بنأمل أنه يحقق ميدالية في الأولمبيات المقبل. قد يسأل سائل، يعني أنا سألت كابتن رؤوف عبد القادر مفهوم معسكر المرتفعات، فقال لي أنه اللعيب يعني أو السباح بيتدرب أو بيطلع يقعد في أماكن مرتفعة عن سطح البحر، وده بيساعده على فتح رئتيه وعلى الحقيقة التعايش تحت ضغط، وبالتالي لما بينزل يعوم في حمام السباحة بيكون عنده قدرة فائقة على السباحة بشكل أفضل، وكلها أمور علمية في إطار اهتمام النادي الأهلي بإعداد البطل الأولمبي كدور مهم أو أحد أهم أدواره في المجتمع المصري. أيضا مجلس الإدارة وافق على استضافة فريق بارتيزان لكرة الماء، هو فريق من صربيا وهو المصنف الأول على القارة الأوروبية في كرة الماء. فريق بارتيزان هيجي مصر لمدة من 8-10 أيام، هيكون في ضيافة النادي الأهلي لإجراء معايشة كاملة مع الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، وأيضا سيتم إيفاد 4 مدربين لعمل معايشة في صربيا والاستفادة أيضا من التجربة الصربية في هذا المجال. الحقيقة مجلس الإدارة لا يألو جهدا في مجال النشاط الرياضي وأفرعه المختلفة أنه يحدث نوع من الاحتكاك والتدريب والتأهيل لعناصر أي لعبة موجودة عنده، بحيث أنه دايما يكونوا أبناء النادي الأهلي مؤهلين وبيتم تقديم أعظم خدمة ليهم في هذا المجال.
ايضا قرار ثالث للنشاط الرياضي، تمت الموافقه على المشاركه من حيث المبدا لفريق الغطس، وده كله بيندرج في اطار جهاز العاب الماء بقى، في بطوله ساند دايفنج كاب، ودي بتقام في هولندا في الفتره من 31/1 الى 4/2. يبقى فريق الغطس ان شاء الله هيشارك في هذه البطوله اللي بتقام في هولندا في نهايه شهر يناير المقبل والى بدايه فبراير. اخيرا من اخبار النشاط الرياضي وايضا اخر اخبارنا، والموافقه على اقامه بطوله الرواد للتنس في الفتره من 27/12 الجاري إلى 30/12 بملاعب التنس بالنادي الأهلي بالجزيرة. الجلسة مفتوحة لأنه الحقيقة في جدول أعمال كبير جدا، في خلال ساعات أيام سيتم الإعلان عن موعد جلسة أخرى لاستكمال جدول الأعمال. قد يسأل سائل، هل موضوع كرة القدم حاضر وسيطرح؟ بالتأكيد بعد أن ينتهي الكابتن محمود الخطيب من دراسته ومن تشكيل القطاع وهيكلته والاتفاق مع مدرب، سيعرض على مجلس الإدارة بالأساس أولا للحصول على موافقته، ثم الإعلان لجمهور كرة القدم العزيز اللي احنا مقدرين جدا حرصه ودأبه وخوفه على فريقه. دي ظاهرة صحية، جمهور الأهلي اللي كان دايما هو اللاعب رقم واحد في تاريخ وفي كل بطولات النادي الأهلي. بشكر حضراتكم ودايما نلتقي في مناسبات سعيدة خاصة بالنادي الأهلي. إلى اللقاء.